اليوم هو 18 دجنبر، وهو اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين. هذا اليوم العالمي ديال المهاجرين واللاجئين أقرته الأمم المتحدة يوم 4 دجنبر سنة 2000. من هذه السنة هذه نحتفل بعشرين سنة مضت على الإقرار ديال هذا اليوم العالمي ديال المهاجرين واللاجئين. لكن مع الأسف نحن في حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج نرى أن الحكومات ما زالت لم تعطي الحقوق الكاملة للمهاجر أينما كان، وحتى اللاجئين الآن عندنا الآلاف ديال اللاجئين اللي في اليونان، اللي في الحدود السورية التركية، اللي في إفريقيا، اللي في فلسطين، ولا دولة أنها قررت إنسانيا أن هاد اللاجئين هادو تعطيهم الأرض، لأن الأرض للجميع، الوطن للجميع، الحدود لا يجب أن تكون حاجزا في إعطاء الحقوق للاجئين والمهاجرين. المغرب ما زلنا نعامل المهاجرين المغاربة وحتى المهاجرين الأفارقة ودول أخرى اللي موجودين في المغرب نفس المعاملة، أن كثرة الشفوي ولكن في الواقع ما كاين والو. إذا لاحظتوا في اليامات ديال الجائحة ولما كانوا العالقين والعالقات بالنسبة للمغاربة، القوانين ما زالت لا تفعل، المافيا العقار ما زالت نشيطة في المغرب، كل الفصول ديال دستور 2011 لم تفعل بعد، مجلس الجالية لم يتم إخراج القانون دياله رغم أن الدستور مرت عليه 9 سنوات. لهذا فنحن في حركة المغاربة الديمقراطيين في الخارج لن ننسى، وسنبقى دائما أوفياء للنضال مع كل المهاجرين أينما كانوا، بدون مزايدة وبدون كذلك شعبوية، حتى يمكنهم أن يحصلوا على حقوقهم الكاملة. فلنحارب جميعا العنصرية ضد المهاجرين، لنقف وجها في كل من يحاول تشويه سمعة المهاجرين لا في المغرب ولا خارج المغرب. فنتمنى السنة المقبلة أن نحتفل اليوم العالمي للمهاجر واللاجئ في أحسن الظروف، وتكون على الأقل بعد بعض الحقوق تم التحقيق ديالها. فلنتضامن جميعا مع كل مهاجر، مع كل لاجئ، أينما كان، في كل أراضي العالم.